شكل موضوع قنوات توزيع الصادرات المغربية من الخضر والفواكه في دول غرب إفريقيا إلى جانب الفرص والمعوقات التي تعترض هذه الصادرات محور ندوة نظمت يوم الجمعة في أكادير، وذلك بمشاركة نخبة من المنتجين والمصدرين والمستوردين المغاربة والأجانب. ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار فعاليات الدورة التاسعة للتظاهر الاقتصادي المعروف باسم تروفيل، المخصصة لتطوير وتثمين قطاع إنتاج الخضر والفواكه الذي يشكل جزءا وزنا ضمن الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية. هاد اللقاءات تنطمحوا باش تتوج بعقد شراكات بين فاعلين في القطاع في المملكة المغربية وفاعلين في القطاع كذلك على مستوى الدول الإفريقية، باش يمكن إلا بغينا نقولوا ندخلوا في حيز تنفيذ هذه الشراكة، ما نبقاوش هي تنتكلموا عليها وتنسطروا يعني مختلف المعالم، ولكن ما كاينش يعني هذه اللقاءات ديال البي تو بي تعتبروا محوريين، لأنه هما اللي تيمكنونا من إمضاء عقود والدخول يعني في في في, في عمليات تجارية أو عمليات شراكة بشكل خاص. وكما جرت العادة خلال الدورات السابقة، سيسدل الستار على فعالية الدورة التاسعة لتظاهرات تروفيل بتتويج أفضل المنتجين والهيئات والمؤسسات المغربية التي أبانت عن تميزها في ترويج المنتوج الزراعي المغربي ودعم تنافسيته على صعيد الأسواق العالمية.